الحقيقه القرشيفي كنعرفو راجل فنان وانسان درويش، ماشي ديال المشاكل، ماشي انا ما عرف القضيه ديال الوجدي كيفاش لصقوها له وصافي، شي اللي كنعرف على حفاد القرشيفي. علاش بالضبط قصدو هو وقالوا له انت هو الوجدي؟ ربما الشباب في الصوت ولا شي حاجه بحال هكا، ربما هادشي اللي كنظن. شنو تقدر تقول مثلا عليه هو كالتعامل ديالو مع الناس؟ التعامل ديالو مع الناس راجل درويش، راجل داخل سوق راسو، فنان الا كان شي سهره ولا شي حاجه كيخدمها. شنو تقدر تقول الناس اللي كيتهموا بهذا التهمه؟ كنقول لهم الله يهديهم، هادشي اللي يمكن نقول عليهم. اخويا اسمو نقول لك، حنا الجيران ديال حفيظ، حنا سيدي السوق مع السبعه الصباح، السيد تهجم عليه للدار ماشي السبعه، هي المرا ديال هادي الميلودي كما قلنا في التصريح الاول، راه يعني جات دقت عليه، يعني تهجم على مسكين الغار، يعني ما جاش في طريقه قانونيه، ولا كان جا في طريقه قانونيه يقدر هانيه، يعني تهجمت على السيد للدار والمرا ديالو والبز ديالو، السيد مع الخلعه هرب للامن، هو راه توجه الامن قبلها هي، يعني هي ما دارش قانون، ما طبقش مع السيد القانون. ماشي السبعة الصباح الناس راهم كانوا كيدوزوا، حنا علاش ما حاولتوش تدخلوا ولا مثلا؟ دخلنا غادي يوقع المشاكل استاذ، عاوتاني راك عارف حمريه الناس ماشي كيتهجموا على بنادم، يعني هما تهجموا عليها، يعني هي تهجمت عليه هي ودوك اربعة الناس ولا ثلاثة الناس للدار، يعني هي ما خلفت معنا القانون، يعني وكان جات هكا بشي تصريح من عند الوكيل بانها تجي هي عنده للدار يقدر ما فيها حتى شي مشكل، يعني دابا تدخلت هي من نهار راسها، وكما كتشوفوا حنا الحي ديالنا هو هذا كما قلنا في التصريح الاول، حنا كنشوفوا هذا الانسان هذا مسكين صغير، هذا الانسان انسان بسيط ما عندوش، المهم انسان جارنا وكنعرفوه مسكين، ماشي شي واحد اللي ما كنعرفوش، يعني راه سكن حدانا قديم. وحنا قولينا على هذا الوجدي هذا من مصر. هذا الوجدي هذا راه غير هذا، يمكن هذا شي واحد راه تكلف واتهم هذا انسان حافظ القرشيفي، يعني شي واحد راه مدعم شي واحد اخر، يعني لصقت التهمه الحافظ. شنو الرساله ديالك للناس اللي تهموه بهذه التهمه؟ الرساله اسمو كنقول لهم كنوجه لهم اخويا، كنقول لهم يعني ابتعدوا على هذا الانسان هذا، راه عنده البص ديالو، يعني الا كان شي حاجه يعني راه غادي يكون فيها القانون، يعني يطبق هنا في قرسيف، يعني مهما جات عنده حتى القرسيف هي وربعة الناس وتهموه هنايا، يعني راه خص يبقى هنا داك الشيء هنا في قرسيف، هنا عند القضاء، يعني الوكيل المالك خصو يتابع هذه القضيه هنا في قرسيف، ما خصهاش تمشي لشي بلاصه اخرى القنيطره ولا، يعني راه تهجمت عليه هنايا، يعني الوكيل المالك ومهم السلطات المحليه بمدينه قرسيف يتابعوا هنا هذه القضيه هنا في مدينه قرسيف.